ألقي القبض على مستخدمة برنامج تشفير الاتصالات باي لوك الذي أوقف منذ 2016 في تركيا. هذه المستخدمة هي الابنة الصغيرة مونيس جولان، ابنة عمي جولان. كانت هاربة في السرية بمنطقة كاراباغلار بأزمير. إنها الابنة الصغيرة لسيف الدين جولان، عم الزعيم فتح الله، وهو القائد الجهوي للتنظيم في أزمير. وعمليا فإن هؤلاء الأفراد يحتلون مناصب متقدمة في سميرن، واعتقلت مونيس نتيجة هذه العملية المعقدة. هي إحدى مستخدمات باي لوك التي تستخدمها جماعة جولان. هذه البرمجية تستخدمها الجماعة من أجل نقل اتصالاتها المشفرة. في هذه الأثناء كانت إحدى متهمات ما يسمى بقضية شاحنات أدنى أمام المحكمة العليا، ووقائعها تعود إلى 2014 غداة القول بسبع شاحنات سلاح جرى إيقافها وكانت متوجهة إلى سوريا. وهذه هي النقطة التي أثرت في العلاقة بين أردوغان وجولان، وأصبحت الاستخبارات التركية تعمل على إبعاد جولان لأنه يهدد الأمن القومي التركي. وحاليا المحكمة العليا أدانت 18 متهما، ووصلت العقوبات إلى 22 سنة وستة شهور ضد سليمان بكريانك والدركي حمزة سيلا بوكلو. في هذه الخمس سنوات يقول صباح محمد إفير فإن 50 قائدا من التنظيم انتشر واخترق من تركيا، من خارج تركيا إلى داخل تركيا. يعني بمعدل 10 قادة من التنظيم يخترقون تركيا في كل سنة. دخلوا تركيا لأن المهم هو العودة السريعة لجولان عبر اغتيال أردوغان. أسرار شرق أوسطية، اكشف فما خفي أعظم مع عبد الحميد العوني. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. اليوم جولان يدخل الصرعة الأخيرة لإبعاد وإقصاء واغتيال أردوغان. هذه الفرصة بالنسبة إليه ضرورية جدا. نحن أمام اختراق لعشر قادة الآن من أجل تأهيل مرة أخرى تركيا إلى عودة جولان. عودة جولان ستكون سريعة على الأقل حسب المخابرات الأمريكية، فإنه يود العودة إلى بلاده. من جهة ثانية 2023 قد تكون بمثابة رهان غير ناضج لخلافة أردوغان إلا من خلال رئيس المخابرات من جهة، أو أكار وزير الدفاع من جهة أخرى. اليوم فيه منازعة حول من يكون الرجل القادم بعد أردوغان. المسألة لا تتعلق بمعارضة بل بأحد هذين الاسمين، أكار أو رئيس المخابرات الحالية. لذلك فالخلافة اليوم مدروسة لأن قد تدفع ليس بانهيار الحزب الحاكم فقط، إنما بانهيار تركيا أمام ما يسمى بالضغط الكردي الشديد جدا السوري العراقي من جهة، وأيضا أمام رغبة القوميين الأتراك في مواصلة السياسة الحالية لأنها تؤهل تركيا إلى العمل الجدي من أجل قيادة إقليمية قد تكون مباشرة أيضا إسلامية كما يعتقد البعض. إذن بالنسبة لتركيا ومدى أهمية تقدمها، اليوم فيه جولان وهناك رغبة الآن من نسبة للرئيس الأمريكي من أجل فتح اللعبة أكثر. لكن بالنسبة للمخابرات التركية فإنها تغلق اللعبة أكثر، بمعنى أن الأكراد اليوم، أكراد تركيا، كانت لديهم أولا كينونة سياسية تحولت إلى حزب عرقي تقريبا، وهذا ما رفضه البعض خصوصا القوميين منهم. الأتراك القوميون يرفضون مثل هذا الحزب الكردي من داخل تركيا، ويعتبر أنه مجرد امتداد
لعبد الله أوجلان ولبيكيكي ولحزب العمال الكردستاني، وكل هذا يسير باتجاه إبعاد تماما أردوغان. إذا الأكراد وحركة جولان كلاهما يعملان وهم الأقوى على الأرض التركية، لذلك فتحالف الأكراد مع الأمريكيين أولا، لأن الأكراد اليوم في سوريا في شمال سوريا حلفاء مباشرين على الأرض للسي آي إيه، إن لم نقل على أنهم هم الذين يحصنون الآن القاعدة الأمريكية في الحسكة. إذا كل الوجود الأمريكي في شمال سوريا يعمله الأكراد، الأكراد أنفسهم هم الذين يرغبون حاليا في التواجد وبشكل أكبر مع الأمريكيين. ندرك أن جولان في الولايات المتحدة الأمريكية وتطالب به تركيا، لكن لا يمكن لأي إدارة تسليم جولان. ومعلوم أن السي آي اي انطلاقا من هذا التحالف الثلاثي، السي آي اي مع جولان، السي آي اي مع الأكراد شمالي سوريا، وامتدادا إلى أكراد تركيا بحزبهم، هذا يعني مباشرة بالنسبة للمثلث في مقابل الهلال يعني إقصاء حزب العدالة والتنمية من الحكم. اليوم دخلت العملية في مرحلة متقدمة، هذه المرحلة أساسا هي المرحلة النهائية. اليوم يرغب جولان في العودة السريعة إلى تركيا، والعودة السريعة تساوي الإبعاد إن لم يكن اغتيال أردوغان، لكن المخابرات إلى الآن يعطيها أردوغان أهمية أكبر، هي التي أفشلت الانقلاب العسكري، ويمكن أن تفشل عبر هذه العمليات أيضا ما يسمى بالمحاولات المنفردة أو ما يسمى بمحاولات الذئاب المنفردة لجولان من أجل الوصول إلى حياة أردوغان. هذا هو الخط الأحمر الذي دخله الآن جولان، ويعتقد أنه مهم جدا بالنسبة إليه الوصول والعودة إلى تركيا حالا. هناك ما يسمى باختراق 10 قادة في كل سنة، الآن 50 قائد من جولان دخلوا يعني بطريقة سرية ويعملون الآن على وضع تركيا في مرحلة أخرى، مرحلة ما قبل استقبال جولان. إذا استقبال جولان في تركيا، وهذا المقصود منه تماما، أن 50 قائد الآن واعتقل منهم فقط 2، 48 قائدا لجولان في تركيا حاليا يؤهلون لما بعد أردوغان، وهذا يفيد من كل الاتجاهات أننا أمام رؤية أمريكية مع السي آي إيه في مقابل المخابرات التركية. عندنا الآن السي آي إيه مع الأكراد، مع أكراد تركيا، أكراد سوريا، أكراد العراق. إذا الكل يعمل عليه الأمريكيون بشكل متقدم، وبالنسبة لإسقاط أردوغان فلن يكون إلا بحزب كردي، تماما كما سعت إلى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في حربها المباشرة ضد داعش، فقد اختارت الأكراد أيضا لمثل هذه المهمة، حيث يكون المعامل الديني أعمل المعامل العرقي. ببساطة شديدة هذا هو الوضع الذي يدفع إلى القول أننا أمام تطور آخر في تركيا غير مسبوق من جهة، وثاني مسألة أن هناك رغبة أكيدة في التعاطي مع باقي عائلة جولان. مهم جدا بالنسبة لهذه النقطة إبعاد عائلة جولان بشكل نهائي. الآن في سيف الدين جولان، وبالنسبة لمونز أيضا ابنته، كل هذا يعني أن عائلة جولان التي يمكن أن تكون في السراديب، تكون العمل في الظل باتصالات مشفرة، أو إعطاء ما يسمى بشبكة اتصالات أخرى، كل هذا الآن لعبة المخابرات. المخابرات دققت في هذا الوضع خصوصا عبر برنامج بايلوك هذا، فحاولت الولايات المتحدة الأمريكية
من بعد توقيفها في 2016 وبعد الانقلاب مباشرة في تركيا أن نجد شيئا ثانيا، أن هناك إمكانية استخدام البايلوك عبر السي آي آي الأمريكية. إذن العملية حاليا معقدة جدا، بحيث أن البايلوك الذي هو محجوب هو الآن يستخدم، واستخدمته مينوز على وجه التحديد في علاقتها مع سيف، في علاقتها بالقائد المحلي لأزمير في كل هذه المنطقة. لذلك فبالنسبة لما يجري حاليا هو الوصول إلى تنظيم سريع طارئ يمكن أن يؤهل مباشرة إلى التخلص من أردوغان، والوصول مباشرة إلى استضافة جولن في أسرع وقت ممكن، لأن مهم جدا في 2022 قبل نهاية 2022 هناك من يرغب في حسم هذه النقطة على وجه التحديد. المخابرات الإسرائيلية أيضا تدعم وصول جولن إلى تركيا، ونتيجة تخوفها الشديد من بعض النبوءات وغيرها وأن احتمال الحرب مع أكثر من طرف تريد عزل تركيا فورا، بنت لا يريد إلا شيئا واحدا، ذهاب أردوغان من جهة وإبعاد، وهذا أهم شيء، تركيا من ما يسمى بحلقة الحرب التي أدخل أردوغان إسرائيل إليها، لأن تركيا اليوم لديها مطالب وانتقادات ولديها دعم دبلوماسي شديد بالنسبة على الأقل للتقييم الإسرائيلي. فلذلك فإن وصول جولان مصلحة إسرائيلية في المقام الأول والثاني والثالث، ثم بعدها مباشرة بالنسبة للجماعة، لأن التخوف إسرائيل من 2022 أكبر مما يتخيله الكثيرون، رغم أن بالنسبة لهذه النبوءة لا في الجانب التوراتي ولا في الجانب المسلم لا يزال دائما كل شيء مرتبط بالإرادة الإلهية وليس بقانون أي كان. إذا مصلحة جولان والمصلحة الإسرائيلية والمصلحة الأمريكية في دعم الثالوث أو المثلث الذي تديره الآن السي آي إيه، وأخيرا هناك اتصالات مباشرة يرى فيها بايدن أنه من غير الممكن حاليا أن نتجاوز أردوغان، لكن تقرير مستشار الأمن القومي الأمريكي ومن خلال الدي آي إيه فإن الجيش التركي هو الآن ليس كما في وضعية ما قبل الانقلاب، لكن سيطرة المخابرات بشكل أكبر على الجيش هذا يدفع جنرالات إلى رفض كثير من سياسات المخابرات والقوميين وما يسمى بالذئاب الرمادية وغيرها من هذه التفصيلات بالنسبة للتيار القومي المتطرف بين قوسين التركي. نحن لا نناقش إسرائيل على أنها إلى الآن لا يزال هناك بنت الذي ورث نتنياهو من كتلة اليمين المتطرف الواحدة، هذه نقطة. النقطة الأخرى والأهم هي عندما سنجد أن هناك يمين أيضا في تركيا عبر التيار القومي، هناك أيضا في باقي دول المنطقة هناك مثل هذا النزوع، ولذلك فإن وضع الأكراد أو النزعة القومية الكردية في مقابل النزعة التركية أو التركمانية أو الترانية هذا يفيد من جهتين أننا أمام رغبة أكيدة أمريكية ومن خلال معادلة داخلية في الوصول إلى أردوغان. أردوغان جولان اليوم يعطي إشارته تماما لكل قادته الخمسين في تركيا من أجل أمر واحد، الرصاصة الفضية، إبعاد واغتيال أردوغان. هذا هو الذي يعتبر إلى الآن في التحقيقات ما يسمى بتوب سوكريت بالنسبة للتحقيقات الجارية حاليا في أزمير. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.